أنا أحب أكون على قرب من ربي سبحانه وتعالى حبا فيه، فإذا ما تركت معصية معينة تركتها مرضاة لي وليس خوفا مني. مش ده كلام أفلاطوني شوية؟ ممكن يكون أفلاطوني، ولكن إحنا مخلوقين للتدرج في اتجاه تحكم العقل. مش إحنا قلنا في ملائكة وفي حيوانات؟ طبعا. والاثنين أنفس؟ طبعا. وقلنا إن الملائكة نفس تملك عقل بلا شهوة، وإن الحيوان أعزكم الله نفس يملك شهوة بلا عقل، وإن الإنسان يتأرجح كنفس ما بين الشهوة والعقل. نعم. فإقدامي على إرضاء الله سبحانه وتعالى هو حبا فيه، زي ما يكون ولله المثل الأعلى، أنا بحب أبويا جدا، فمش بعمل الغلط مش خوفا منه أنه يعاقبني، ولكن خوفا أنه يزعل مني. أنا مش عايزه يزعل مني، مش عايزه يبقى زعلان مني، عايزه يبقى راضي عني، فبقى عايش في هذه المعية. فأنا بميل لهذا الاتجاه، إن إحنا ندرب ولادنا وندرب نفسنا إن إحنا نتخلى عن كتير جدا من الذنوب والمعاصي، وبنتحلى بكتير جدا من الأخلاقيات علشان ربنا يحبنا.